ربطة العنق هي واحدة من تلك الأشياء التي يرتديها العديد من الرجال والنساء على السواء، ولكن القليل من يعرف أصلها تحديدا. فهل تعرف أنت متى ولماذا اخترعت أربطة العنق؟ تستطيع الآن معرفة الإجابة من خلال هذا الفيديو. من المفاجئ أن ربطة العنق لها خلفية عسكرية بامتياز، حيث يرجع أول دليل على وجود أشخاص يرتدون أربطة العنق إلى الصين القديمة حوالي 200 سنة قبل الميلاد. كان الإمبراطور تشين شي هوانغ يخاف من الموت لدرجة أنه دفن جميع حراسه معه حتى يتمكن من حمايته في الآخرة، ولكن نصحهم مستشاروه بأنه بدلا من قتلهم فإن من الحكمة صناعة نسخ مماثلة للحراس بالحجم الحقيقي حتى يتمكنوا من حمايته للأبد. وهكذا فعلوا، وعندما تم اكتشاف هذه التماثيل الجيش الطيني عام 1974 لاحظ علماء الآثار ارتداءهم جميعا قطعة من القماش حول العنق تشبه أربطة العنق، وكانت رمزا لشجاعة الحراس، منحت لهم كهدية من قبيل زعيمهم. في نفس الوقت تقريبا عام 113 ميلادية ظهر دليل آخر على وجود أربطة العنق في العصر الروماني أيضا، فعندما هزم الإمبراطور الروماني تارجان داسكين واحتفل بفوزه قام ببناء عمود رخامي، وصور هذا العمود آلاف الجنود الذين كانوا منهم يرتدون أربطة عنق، وكانت أيضا رمزا لشخصية المحارب الشجاعة. وأصبح هذا الرمز العسكري للشجاعة زيا عسكريا خلال القرن السابع، ويرجع الفضل في ذلك للكرواتيين، فعندما عرض على الملك لويس الرابع عشر الجنود الذين ساعدوه في كسب المعركة ضد إمبراطورية هابسبورغ، كان بينهم فوج من المرتزق الكرواتيين الذين كانوا يرتدون أربطة عنق ملونة. وقد أحب الفرنسيون هذه القطعة من الملابس لدرجة أنهم بدأوا في ارتداء أربطة مماثلة. ويعتقد بعض المؤرخين في الواقع بأن كلمة جرافاتا تأتي من الكروات، وبعد أن بدأت النخبة الملكية الفرنسية في ارتداء أربطة العنق لم يستغرق الأمر طويلا حتى انتشر العرف في جميع أنحاء أوروبا. وعندما عاد الملك تشارلز إلى إنجلترا عام 1660 وتولى العرش، تبعه الأرستقراطيون الذي جلبوا تقليد ارتداء الكرافاتات إلى إنجلترا. ولكن أربطة العنق كانت باهظة الثمن في ذلك الوقت، وكان يرتديها القليلون. وفي أوائل القرن التاسع عشر قدم بيو بروميل، وهو شخصية بارزة في مجال أزياء الرجال في ذلك الوقت، ربطة العنق كأكسسوار، ولأن ربطة العنق المصنوعة من الحرير كانت باهظة بالنسبة للطبقة العاملة، فقد اقترح بروميل ارتداء البندانة حول الرقبة. وخلال ذلك الوقت استبدلت كلمة ربطة بكلمة جرافات بعد نشر مقالة في أحد المجلات تضمنت 14 طريقة لربطها. ومع مرور السنوات تغير أسلوب وتصميم أربطة العنق، وهكذا انتهى الأمر بالشكل الحالي الذي تم تصميمه في الواقع في العشرينيات من القرن الماضي من قبل جيسي لانجيوسوف من مدينة نيويورك. وكانت إضافة لانجيستوف الحديثة هي القطع المائلة والتجميع المكون من 3 قطع. وعلى الرغم من أن العرض والطول قد توسع وتقلص على مر السنين، فإن التصميم الأصلي لهذا المصمم هو نفس التصميم الذي نستخدمه في الوقت الحاضر. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.